مساء الخير. سيطرت موجة برد قوية بشمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من معدلاتها السنوية وبلغت ببعض الولايات إلى 10 درجات تحت الصفر، ونبهت السلطات المختصة المواطنين إلى ضرورة الالتزام ببيوتهم حتى ما يشكل البرد القارس تهديد لحياتهم، كما حذرت من الرياح الباردة اللي ممكن توصل سرعتها ل 72 كيلومتر بالساعة. وشهدت مدينة نيويورك أكثر الأيام برودة من أكثر من 20 سنة. بالعودة طقسنا ربيعي ممطر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، حراره معتدله، رطوبه عاديه، البحر متوسط الموج وحراره 118 درجه. والليله طقسنا بلبنان غائم مع رياح ناشطه وانخفاض بدرجات الحراره، وبتحول الى ممطر اللي بتشتد ليلا اذا الرياح مترافقه بعواصف رعديه وتساقط ثلوج اعتبارا من 1800 متر. لبكره طقسنا رح يكون غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحراره وتساقط امطار متفرقه وتساقط ثلوج اعتبارا من 1800 متر وما فوق. وبنبقى هلا بجوله على درجات الحراره اللي رح تسجل الليله على الساحل 11، على المرتفعات 6، بالبقاع 3 والارز 4 درجات تحت الصفر، وجوله اخرى على درجات الحراره اللي رح تسجل ببعض المناطق اللبنانيه لبكره. اذا البداوي 16، ننتقل من بعدها الى بعبده 18، جوية 17 درجة، عرب صليم 11، عين وزين 11، الرابية 13، عرسالة 8 وأنوبين 3. أما الرطوبة فبتتراوح بين 30 و80%، حرارة سطح الماء 18 درجة، وسرعة الرياح بين 30 و50 كيلومتر بالساعة، والرياح عم بتكون جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 12 أقصها 20، تنين بين 11 و18، والثلاثة بين 12 و19 درجة. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. خلينا نبدأ مشوارنا من عمان 10، دمشق 13، والقدس 10. بننتقل من بعدها إلى الرباط 18 و باريس 9. وهيدا كان كل شي. باي.